تقدم الى عيسى مبارك. عيسى 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 بالفنيات بالمهاره مر، هذه ممتازه، ضرب ضرب ضرب، اوه والهدف الاول. ضاعت الفرصة الأخطر في المباراة على إبراهيم كاجيقا، ضاعت الودة من الجهة اليسار، التحرك والانطلاق أمامية، هذه لمن؟ هذه البينية، هذه كاجيقا خطيرة، كاجيقا يسدد ولكن لا يسجل. أخطر فرصة لإفسين وذيبو على مرمى فريق الحرس، الانطلاقات العكسية حرسية، أبو بي سليمان أمامية طولية مسال، هذه خطيرة ويخرج الحارس في الوقت مناسب، ولكن هنالك رايس على فريق اف سي وذيبو. عيسى مبارك يتقدم، هذه ممتازه، هذه قريبه، الاول ياتي في المرمى، لا يتصدى الحارس موسى، موسى موسى تصدى. الانطلاقه لعناصر اف سي وذيبو، رحله جديده بحثا عن الجديد على مستوى النتيجه. عيسى مبارك مر، عيسى الفني، عيسى المهاري، السلام، الله 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 الله، الرسام عيسى مبارك يدون أسبقية البرتغالي في الدقيقة 38. عيسى يحتفل، عيسى وذيبو إلى عيسى مبارك، الرسام عيسى عيسى عيسى، الرسام بكرة بينية ولكن كانت أطول من اللازم. إذن جو موسى ينهي شوط المباراة الأول بتقدم اف سي وذيبو، التي يبدأ سيدي بودربالة مدرب الحرس الوطني بتغييرها مع رمية جانبية لعناصر البرتغالي اف سي وذيبو. انطلاقة خطيرة خطيرة خطيرة، أبو بي، التعادل، لا لا لا، ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة على فريق الحرس الوطني، ويحتج أبو بي سليمان. حاولة مستمرة، الكرة من الجهة اليمنى، ترفع الكرة طويلة رأسية خطيرة متسال، ولكن تبعد من الدفاع. نروح محمد العبد، اف سي يريد القاضية، اف سي واتشنج على الثاني، يسدد وركنية. ابن بانجي القادم من افريقيا الوسطى يشد الملعب كله. نعم، الصافرة تأتي، صافرة جموسات تنهي.